بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم المدمج، النهاردة هناخد مع بعض مادة جديدة وهي مرتبطة بالتسويق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودي إن شاء الله بإذن الله الأربع فصول الأولى هتكون معاكم دكتورة نرمين السعداني، والثلاث فصول اللاحقة إن شاء الله هتكون معاكم دكتورة هالة لبيب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض على الفصول اللي إحنا هنتناولها خلال الجزء بتاعي اللي هو الخاص بيا انا، اللي هو الاربع فصول. الفصل الاول هنتكلم على اهميه التسويق في المشروعات الصغيره والمتوسطه. ان شاء الله الفصل الثاني هنتكلم على دور التسويق خلال مراحل دوره حياه المشروع الصغير. الفصل الثالث هنتكلم على دور التسويق في مرحله التفكير في انشاء مشروع صغير. والفصل الرابع هنتكلم على دور التسويق في مرحله دراسه الجدوى لفكره المشروع. اما الفصل الخامس والسادس والسابع هيكونوا مع دكتوره هاله لبيب. فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض على الفصل الأول اللي هو أهمية التسويق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعالوا نشوف مع بعض هنتناول العناصر الخاصة بالفصل إزاي. أول حاجة هنتكلم على مفهوم المشروعات الصغيرة، يعني إيه معنى المشروعات الصغيرة، وهل في مفهوم موحد ليها ولا لأ، والمتوسطة. كمان عايزين نتعرف على العوامل اللي بتأثر في نجاح المشروعات الصغيرة. هل هي العوامل دي طبعا وجودها هيؤدي إلى إيه؟ نجاح المشروعات الصغيرة، وعدم وجودها هيؤدي إلى إيه؟ إلى الفشل. كمان هنتكلم على إزاي المشروعات الصغيرة بيتم إدراكها من قبل العملاء، وإزاي إن هي بيتم الاهتمام بيها من خلال يعني العملاء، وهل هما بيبصوا لها نظرة أو بيدركوها بطريقة زي الأحلام الكبيرة للمشروعات الكبيرة، هل بتتكيف مع البيئة المحيطة ولا لأ. هنتكلم كمان على المفاهيم الحديثة للتسويق، هنشوف لأن طبعا أنا عشان أقدر أسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة محتاجة مني إن أنا أفهم التسويق هيقوم بتسويق هذه المشروعات الصغيرة إزاي. وطبعا أنتوا خدتوا يمكن إدارة التسويق أو تعرفتوا على مجموعة من المبادئ الخاصة بالتسويق. هنا هنحاول نوظف هذه المعلومات في ضوء دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فهنتكلم عن المفاهيم الحديثة للتسويق من حيث تعريف التسويق، من حيث تطور الفلسفات الخاصة بالفكر التسويقي، من حيث إن إحنا نتكلم على مدخل آخر اسمه مدخل التسويق الشامل، والتسويق الرقمي ومدرسة الكلمة المنطوقة. يمكن مش هنتعرض له قوي الجزء ده بالأخص، لأن هو فيه منهج اسمه التسويق الرقمي أو ديجيتال ماركتينج، فمش هنتوغل فيه في هذا الصدد. هنتكلم على تطور عناصر المزيج التسويقي، وكمان هنتكلم على دور التسويق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعالوا نشوف مع بعض بالنسبة لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ناخد قبل ما ندخل في المفهوم والمعنى ناخد مجموعة من الملاحظات كده. أول حاجة، مفيش عندنا تعريف متفق عليه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني ما اقدرش اقول المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي كذا كذا كذا، لا مفيش تعريف متفق عليه. ولكن بنقول ان المقصود بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تختلف من دولة الى اخرى، من مكان الى اخر، من وقت الى اخر، وبالتالي احنا بنقول حتى في نفس الدولة الواحدة. يعني بنقول ان في الولايات المتحدة مفيش طريقة معينة ان انا احدد بيها المشروعات الصغيرة ككم مقارنة بالمشروعات متوسطة الحجم، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي قال لا، احنا بالنسبة للمشروع الصغير هيبقى هي الشركات اللي بتضم حوالي 50 موظف أو عامل، والمشروع المتوسط هيبقى الشركة اللي فيها أقل من 250 موظف. وفي كمان مشروعات تانية اللي هي بنسميها متناهية الصغر، اللي هي بتكون فيها 10 موظفين فأقل. يبقى في هذه الحالة احنا بنقول أي نعم، متفقين سوا ان مفيش عندي تعريف موحد للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ولكن نقول ان في بعض المحاولات لايجاد مفهوم لهذه المشروعات او المفاهيم. نقدر نصنف التعريفات الخاصه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه الى في عندي اساس وصفي واساس كمي. طبعا من الاسم كده كلمه كمي معناه ان انا هقول بقى 50 موظف، 50 بتخدم 50 عامل، او مثلا حجم راس المال بتاع بمقدار كذا. يبقى ما دام كمي يبقى انا هتكلم على ايه؟ على النواحي الكميه او الرقميه، والاساس الوصف ده هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجه لو جينا اتكلمنا على الاساس الوصفي، بقول ان انا بالنسبه للتعريف المشروعات الصغيره باستخدام الاساس الوصفي ده معناه ان انا بعرف المشروع الصغير على ان انا بوصف الخصائص بتاعته من حيث ان هو بيأثر في السوق، درجه التأثير بتاعته في السوق، او من حيث الشكل الاداره بتاعته او البلكيه.
بغض النظر عن الدولة اللي هو ايه متواجد فيها. يبقى انا بهتم في الاساس الوصفي ان انا بوصف الخصائص الخاصة بالمشروع نفسه، بشوف هو بيأثر في السوق قد ايه، الادارة بتاعته شكلها عامل ازاي، الملكية نوعية الملكية هتأثر معايا في ايه في توصيف المشروع الصغير من المتوسط. خلاص. كمان هنا بيقول حاجه ملاحظه مهمه، بيقول ان انا ما اقدرش اعمم التعريفات الخاصه بالاساس الوصفي لانها يعني بنقول انها نسبيه. يعني ايه نسبيه؟ يعني تختلف من مكان الى اخر، بتختلف من دوله الى اخرى، فيعني بنقول انها بتعتمد على الناحيه الشخصيه اكتر بعيده عن الناحيه الموضوعيه. لان كل ما كنت بقارن حاجات ثابته، يعني مثلا راس المال، عدد عماله، عدد عمال، كل ما كنت انا ببقى ايه في عندي موضوعيه في ايه في استخدام الاساليب الكميه. لكن الاساس الوصفي لا، هو بيبقى نوعا ما بيبقى يعني بعيد عن الناحيه الموضوعيه، عشان كده ما اقدرش اعممه على جميع الايه على جميع المناطق او البلدان. بنقدر نقول ان انا اقدر اوصف يعني من حيث الاساس الوصفي هوصف المشروع الصغير ان هو عباره عن منشاه شخصيه مستقله، زي بالظبط السوبر ماركت، يعني بيبقى تبع لاسره او تبع لمالك واحد واسرته، منشاه شخصيه مستقله في الملكيه والاداره. خلاص. وبتعمل في ظل سوق المنافسه الكامله، يعني زي ما احنا عارفين في سوق المنافسه الكامله له مجموعه من الايه من الشروط عشان اقدر احكم عليه ان هو سوق منافسه كامله، في بيئه محليه غالبا، وبعناصر انتاج محصل، يعني بيبقى محصله استخدامها محدوده مقارنه بمثيلاتها في الايه في الصناعه. يعني عناصر الانتاج بتاعتها بتكون ضعيفه مش كبيره زي الايه الشركات الكبيره الحجم اللي بتتعامل مع عناصر انتاج كبيره وبتكون يعني متعدده. طيب الاساس الكمي اللي احنا نتكلم عليه في المشروعات الصغيره والمتوسطه، قال لك احنا بيعتمد على، خلي بالك ان كلمه صغير دي طبعا بتختلف زي ما احنا قلنا من دوله الى اخرى. ممكن احنا بنقول هنا صغير في الوصفي، احنا بنقول ممكن تختلف من دوله الى اخرى، والصغير في دوله ما ممكن يكون كبير في دوله تانيه. فعشان كده انا بقول ان المعايير الكميه اللي بتحدد حجم المشروع منها انواع كتيره جدا، ومنها معايير كتيره جدا، منها حجم الاعمال، عدد العاملين، راس المال، حجم المبيعات، الاصول وغيرها. طبعا بالنسبه للمعيار الخاص بي يعتبر من العوامل الاساسيه اللي اقدر احكم عليها بالمعيار الكمي للمشروعات الصغيره والمتوسطه هو عدد العاملين، ده اول نمبر 1. تاني حاجه اللي هو المعيار الخاص براس المال، حجم ايه راس المال، وده يعتبر بالنسبه لنا برضو من اكتر، سواء كان عدد العاملين او راس المال، يعتبر من اكثر المعايير شيوعا في تعريف المشروعات الصغيره والمتوسطه طبعا حول الايه حول العالم. في عندي مشروعات الخاصه بالتعريف وفقا للقانون المصري رقم 152 سنه 2020، بيصدر قانون عشان يعرف المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. يمكن هنا هنبدا الاول بالمشروعات الايه المتوسطه، مش هنبدا بالمشروعات الصغيره، لان احنا هنبدا يعني من الاعلى الى الادنى، هنبدا بالمتوسطه ثم الصغيره ثم متناهيه الايه الصغر. فلو جينا هنا اتكلمنا على المشروعات المتوسطه، ببساطه هو بيقول لك ان كل مشروع يبلغ حجم عمله 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، يبقى الاعمال حجم العمل بتاعته من 50 ايه ل 200، يبقى لا اقل من 50 ولا اكتر من ايه من 200، لان لو اكتر من 200 مليون هيبقى ايه مشروعات كبيره الحجم. ده حاجة. الحاجة التانية ممكن نقول عليه إن هو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين ولا يجاوز 15 مليون. لو إحنا اتكلمنا على رأس المال المستثمر هيبقى إيه؟ يبقى ده معيار تاني. يبقى المعيار الأولاني حجم الأعمال من 50 ل 200، المعيار التاني رأس المال من 5 لإيه ل 15 مليون جنيه. طب لو زاد عن كده برضه هيبقى مشروعات كبيرة. أو ممكن نعمله حاجة تانية، كل مشروع غير صناعي، مش شرط يكون صناعي بقى، حديث التأسيس راس المال بتاعه المدفوع او راس المال المستثمر بيكون بحوالي من 3 مليون جنيه ل 5 مليون جنيه. او برضه ده حاجه تانية بالنسبه للمشروعات غير الصناعيه، هتبقى من ايه راس المال المستثمر فيه من 3 ل 5 مليون، يعتبر بالنسبه لي ايه معيار للحكم على ان هذا المشروع من المشروعات الايه المتوسطه. المشروعات الصغيره بقى قال لك إيه العكس بقى، هيقل عن 50 مليون. احنا عندك هنا ايه، احنا قلنا ان بدايه المشروعات المتوسطه هتكون 50 مليون، طب هتكون بقى الاقل من كده ايه مشروعات صغيره. نفس الكلام لو بصينا كده ليه راس المال المدفوع او المستثمر 5 مليون، يبقى الاقل من 5 مليون ايه يبقى مشروعات صغيره. نفس الكلام برضو بالنسبه لراس المال للمشروعات اللي هي الغير الصناعيه، يبقى راس المال المستثمر اقل من 3 مليون جنيه، يبقى هتبقى ايه مشروعات ايه صغيره.
يبقى خلي بالك انت هو في تعريف واحد، وبعد كده ايه الاقل منه هيعتبر بالنسبه لي ايه المشروعات الصغيره. عشان كده انا بقول كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون اللي هو طبعا ايه في المشروعات المتوسطه. طب لو اقل من 1 مليون جنيه هنسميه متناهيه الصغر، ده اللي احنا هنشوفه في الايه في التعريف اللي جاي. طب او كل مشروع صناعي، ده اول حاجه حجم الاعمال. طب ثاني حاجه الايه من حيث راس المال المستثمر، هنلاقي ان هو اقل من 50 ايه لو هو من 50 ألف جنيه، واقل من ايه من 5 مليون جنيه مقارنه بالمشروعات المتوسطه. طب ده لو في حاله المشروعات الصناعيه. طب لو في حاله المشروعات غير الصناعيه، حديث التاسيس برضه نفس الكلام، هتبقى المينيمم او اللي هو البدايه من 50 ألف جنيه الى اقل من 3 مليون جنيه، لان لو بعد كده هيبقى مشروع ايه من المتوسطه ايه متوسطه الحاجه. طب لو اقل من 50 ألف جنيه، لو اقل من من 1 مليون جنيه في حاله حجم الاعمال، هنخش في الايه في المشروعات الايه متناهيه الصغر. يبقى المشروعات المتناهيه الصغر كل مشروع هنتكلم عن حجم الاعمال وهنتكلم عن راس المال الايه المستثمر، كل مشروع يقل حجم اعماله السنوي عن 1 مليون جنيه ده في حجم الاعمال. طب او كل مشروع حديث التاسيس بيقل راس ماله المدفوع او راس المال المستثمر فيه بحسب الاحوال عن 50 ألف جنيه، سواء كان صناعي او سواء كان غير صناعي. طيب ايه بقى المشروع اللي هو حديث التاسيس؟ يعني احنا اتكلمنا عن حديث التاسيس ده في كذا سلايد، سواء كان في المشروعات المتوسطه او المشروعات الصغيره او متناهيه الصغر. ما المقصود بكلمه المشروع حديث التاسيس؟ هو بيقول لك انه ببساطه شديده جدا انه ما بيمرش على تاسيسه او تسجيله، تسجيله طبعا في الشهر العقاري، او تسجيل في الانشطه التجاريه الخاصه بيه، او مزاوله نشاطه اكتر من سنتين. يعني ما يبقاش اكتر من سنتين، فده بسميه المشروع حديث الايه التاسيس. زاد عن كده ما يبقاش حديث بقى، زاد عن السنتين ما يبقاش بالنسبه لي ايه حديث. طيب في عندي مجموعه من الاجراءات اللي الدوله بتقوم بيها عشان تشجع القطاع الخاص بالمشروعات المتوسطه والايه والصغيره. من ضمن هذه الاجراءات، اول حاجه بتوفر لي خدمات تسويقيه وتكنولوجيه عاليه جدا عشان تشجع من تنشيط النوع ده من المشروعات الصغيره والمتوسطه. يعني حاليا في الفتره الحاليه سمعنا ان هم هيجعلوا ان دور الحضانات هيخلوها يعني ايه وفقا للمعايير المشروعات الصغيره، او هتدخل من ضمن الايه المشروعات الصغيره، وهيكون ليها طبعا ايه مجموعه من القوانين والتنظيم الخاص بهذه النوعيه من المشروعات. تاني حاجه، مش بس بوفر الخدمات التسويقيه والتكنولوجيه واللوجستيه، لا كمان بوفر تدريب، في عندي تدريب عشان ايه ااهل الكوادر البشريه ان هم يقدروا يقوموا بهذا النوع من المشروعات. كمان بحاول اربط ما بين جهاز تنميه المشروعات والمبادرات الداعمه لهذا القطاع، وده احنا بنسمعه كتير جدا ان يعني الدوله بتشجع ان يبقى في مشروعات صغيره وبتحاول انها تدي قروض وتسهيلات و و و عشان خاطر الناس تبدا ايه تفتح مجموعه من المشروعات الخاصه بيها، سواء كانت عربيات صغيره بيتم عليها تناول مأكولات، او سواء كان مشروعات مثلا محلات لتقديم الخدمات السريعه تيكاواي او الاغذيه او يبقى في هذه الحاله ممكن ان انا ايه بربط بقى ما بين جهاز تنميه المشروعات ومختلف المبادرات الداعمه لهذا القطاع. يعني ممكن الجهاز ده نفسه يساعدني في ان لو في انواع معينه من المشروعات يعني مش منتشره، نبدا ان احنا ايه نربطها ما بين الايه ما بين جهاز تنميه المشروعات وما بين الايه ما بين القائمين ب الاعمال الخاصه بالمشروعات الايه الصغيره. كمان الاصلاح المؤسسي، يعني ممكن يبقى في عندي اصلاح مؤسسي ان انا احدد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع اللي هو جهاز تنميه. يعني لازم يكون في عندي جهاز مسؤول عن المشروعات، متابعه المشروعات الايه الصغيره والايه والمتوسطه اللي هو بنسميه جهاز تنميه المشروعات. كمان بتحاول زي ما احنا قلنا من شويه ان الدوله بتحاول تديني قروض، وبالتالي بيتيسر لي اتاحه التمويل للمشروعات الصغيره والايه والمتوسطه وكمان متناهيه الايه الصغر. بتقدم لي حوافز كتير، بتقدم لي يعني حوافز مباشره وغير مباشره لهذه الايه لهذه المشروعات. في عندي مجموعه من العوامل المؤثره على نجاح المشروعات الصغيره او فشلها. من ضمن هذه المشروعات المشكلات التسويقيه، سواء كان ان انا يعني ما بقدرش اعمل بروموشن كويس، ما بقدرش اعمل خطه جيدة، ما بقدرش اتعرف على الفرص المتاحة في السوق واقدر ان انا اقتنصها بشكل جيد، ما بقدرش انفذ الاستراتيجيات التسويقية اللي انا خططتها، او ما بقدرش افهم احتياجات العملاء بشكل واقعي، ما بقدرش اطور المنتجات وفقا للتطور اللي بيحصل في السوق، فده بسميها مشكلات تسويقية. طبعا المشكلات التمويلية دي ازاي ان انا احصل على رأس المال، ازاي ان انا اشغل العمالة بالتدفقات المالية اللي بتجيلي، سواء كان يعني ايه الكاش فلو اللي بنقول عليه، سواء كان الداخل او الخارج،
وازاي انا لو انا بقترض من مثلا الموارد بتاعتي الماليه من اماكن مختلفه، ازاي انا اعمل علاقات مع المقترضين او المقرضين بحيث ان انا يعني اجدول القرض بتاعي واسدده بشكل جيد. كمان عندي المشكلات الاداريه ان انا ازاي بادير الوقت، ازاي انا بحط الاهداف، بحقق الاهداف بتاعتي، بحصل على المعلومات اللي المشروع عايزها. دي كلها بعتبرها ايه من ضمن المشكلات الاداريه. المشكلات التكنولوجيه ان انا اختار افضل الوسائل والاساليب اللي تساعدني في ايه، في تسهيل نجاح المشروع الصغير. طيب بعد كده من ضمن كمان عوامل النجاح لو حبينا نشوفها، خلي بالك دي كلها تعتبر مشكلات تسويقيه، لكن انا لو بتكلم على ان لو انا مثلا ايه عملت ترويج وعملت حصلت على راس المال بشكل جيد واخترت افضل الوسائل، الحاجات دي كلها لو انا عملتها يبقى نجاح، عوامل نجاح. ما عملتهاش هتبقى مشكله. نفس الكلام برضه لو انا يمكن انا قسمت الجزئيه دي الى عوامل النجاح، قلت ان انا لو بالنسبه لي المالك لو عنده معرفه سابقه بطبيعه المنتجات اللي بيتعامل فيها، دي هتبقى بالنسبه له عامل نجاح، لان هو بيشتغل فيها. واحد مثلا اول مره يشتغل في مثلا منتجات الغذائيه، فمش عارف يتعامل مع المنتجات بطريقه جيده او ان هو يروج ليها، لا هو اتعامل فيها قبل كده. لما بيكون المالك او المدير عارف المنتجات اللي بيتعامل معاها قبل كده، دي بتسهل له كتير جدا في ان هو المشروع بتاعه ينجح. كمان انه ازاي يتعامل مع العناصر البيئيه الداخليه، يعني من حيث ان هو توزيع العاملين، من حيث المكان الخاص بالمشروع، من حيث مثلا الالات ووضعها، من حيث تصميم المشروع من الداخل لو بنسميه اللي اوت، ده كل ده يعتبر التعامل الكفء مع العناصر البيئيه الداخليه. كمان نقول اهميه دور المسؤول عن التسويق، طبعا مهم قوي. المسؤول عن المشروع ده بيكون له دور كبير جدا في نجاح هذا الايه، في نجاح هذا المشروع او ايه او فشله. طيب بعد كده تعالوا نشوف ادراك اهميه التسويق لمواجهه المتغيرات البيئيه المحيطه بقطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه. قال لك ان في ضروره ملحه جدا ان المشروعات الصغيره دي تتبنى مفاهيم التسويق الحديث، يعني ما ينفعش انها تفضل زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الحقبه الخاصه بالسبعينات او الستينات اللي كان فيها التوجه بالانتاج. لا، لابد ان يكون في تطوير، ولازم يكون في توجه نحو الايه، نحو العملاء. فلازم المشروعات الصغيره تتبنى زيها زي المشروعات الكبيره، تتبنى المفاهيم الحقيقيه التسويق الحديثه والمبادئ الخاصه بيه. طب هنا بيقول لك ايه السبب ان احنا اهتمينا بقى، ليه خلى المشروعات الصغيره والمتوسطه تهتم بممارسه نشاط التسويق باسلوب علمي سليم؟ يعني كان ممكن اي واحد يفتح كوافير او اي واحد يفتح محل بقاله اي كده بالفطره، ليه هم بيهتموا ان هم يدرسوا نشاط التسويق بس بشكل علمي وليس بشكل ايه يعني عشوائي؟ خلاص هنا بيقول لك اول حاجه كذا نقطه بتسبب اهميه الممارسه طبعا نشاط التسويق في المشروعات الصغيره والمتوسطه، من ضمنها زياده حده المنافسه. عايز اقول لكم على حاجه، احنا ليه هنكمل بقيه الكلام بتاعنا كله في المشروعات الصغيره، لان يمكن دي اكتر مشروعات، يمكن هتلاقوني مش هنتكلم عن المشروعات المتوسطه كتير. ليه؟ لان بقيه الفصول هنتكلم على المشروعات الصغيره. السبب في كده ان المشروعات الصغيره من تعتبر كنسبه كبيره جدا مقارنه بالمشروعات المتوسطه. النقطه الثانيه سهوله فتح المشروعات الصغيره مقارنه بالايه، بالمتوسطه. فاحنا هنركز في المنهج بتاعنا على المشروعات الصغيره. طيب بنقول هنا تزايد حده المنافسه، طبعا اسباب الاهميه او اهميه ممارسه نشاط التسويق، حده المنافسه عاليه جدا بعد ما طبقنا اتفاقيه الجات، وطبعا حصل تغير من كتير جدا، سواء كان الاحداث او التغيرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، وطبعا دي مثلت ايه؟ مثلت تحدي امام المشروعات الصغيره. يعني هنلاقي مثلا خروج المراه للعمل على سبيل المثال خلى فيه ناس بتعمل زي ما بنشوفها على النت وكتير جدا من السوشيال ميديا، بنلاقيها بتعمل اكل جاهز وبتحاول توفره للناس باسعار يعني مناسبه من بيتها، يعتبر ده مشروع صغير. يبقى في هذه الحاله هنا بنقول ان تغير اللايف ستايل، تغير الحياه الاجتماعيه والتغيرات اللي بتحصل اجتماعيا من ضمنها خروج المراه عن العمل على سبيل المثال، خلى ان في عندي مشروعات صغيره بتظهر ما كانتش موجوده قبل كده. الثوره التكنولوجيه على سبيل المثال برضو ادت ان ايه، ان يبقى في الثوره التكنولوجيه، معناها لما بجيب مثلا في مكنه على سبيل المثال بتعمل قهوه وبتعمل نسكافيه وبتعمل هالكلام ده كله في مكنه واحده، دي بتخلي الناس ممكن ايه تقف بيها في الشارع او في عربيه، وايه بتستخدمها كنوع من الايه، من المشروعات الصغيره. يبقى في هذه الحاله الثوره التكنولوجيه كمان مش بس في الماكينات اللي هي بتقوم
بتجهيز الطلبات وهكذا، لا كمان الثوره التكنولوجيه من حيث الانترنت، السوشيال ميديا، طبعا الكوميونيكيشنز، وسائل الاتصالات المختلفه، دي ساعدت ان هي ايه برضو ان انا اهتم بالنشاط التسويقي. ما ينفعش ان انا ايه ابقى محلك سر او اقف نقطه ثابته. النقطه الثانيه كمان المشكلات اللي الدراسات السابقه قالت ان في مشكلات معينه، وليكن مثلا مشكلات خاصه ب مراعاه احتياجات المستهلكين، او ازاي ان انا اوصل لهم، ازاي لما يكون في منافسه اقدر ان انا اثبت الحصه بتاعتي ان لم يكن ان انا ازودها. دي مشكلات كتيره جدا الدراسات السابقه اتكلمت فيها، فانا بحاول ان انا ايه اتعلم من الدراسات السابقه ومشكلات اللي تم دراستها خلال الدراسات السابقه، واحاول ان انا ايه اتبنى المفاهيم الحديثه اللي تساعدني على التغلب على هذه المشكلات. المفاهيم الحديثه للتسويق، طبعا لو حبينا نتكلم على التسويق بنقول ببساطه في عندي تعريف كتيره جدا للتسويق. اول حاجه هو نشاط، يعني مجموعه من المؤسسات والعمليات اللي بتتم من اجل خلق وتواصل وتقديم وتبادل العروض اللي بتحقق قيمه للعملاء والزبائن والشركاء والمجتمع على نطاق واسع. والمقصود بتعريف التسويق في هذه الطريقه ان انا يبقى في عندي نوع من التبادل، ان انا بنقول بنسميها حاجه اسمها الوين وين ريليشن شيب، يعني اديك قيمه وانت تديني قيمه، هخلق لك قيمه بالنسبه للمنتج اللي انا هنزله لك وانت تديني قيمه اللي هي القيمه الماليه. القيمه اللي هديها لك مثلا وليكن زي الكمبيوتر اللي احنا بنسجل منه او اللابتوب، ده له قيمه، القيمه بتاعته انه بيديني منفعه، منفعه ان انا اقدر اكتب عليه، ان انا اعمل محاضره، ان انا اسجل محاضرات، ان انا اكتب امتحانات، الحاجات دي. طب لو افترضنا ان انا الجهاز ده ما اشتغلش او حصل الباور، يعني فصل او ما ادانيش كل المنافع، يبقى هي المنتج هو عباره عن مجموعه من المنافع، قيمه معينه بيحققها للمستهلك، خلاص؟ فهنا بنقول عليه ان هو بحاول من خلال التسويق ان انا اخلق واعمل نوع من التواصل، وان انا اقدم واعمل نوع من تبادل القيم للعملاء والايه المرتبطين بالشركه والمجتمع كمان. لان احنا قلنا قبل كده يمكن في يعني اداره التسويق، قلنا ان انا عندي التسويق مش بيخدم بس العملاء ولكن بيخدم ايضا الايه المجتمع، لان هو عندي ثلاث اركان للتسويق: المجتمع والشركه والايه والعملاء. والكلام ده يمكن هنشوفه في خلال السلايدز اللي جايه. بنقول هنا عندي الانشطه الخاصه بالتسويق بتساعدني في ان انا اتمم عمليه التبادل المذكوره في التعريف طبعا قدامكم بشكل ناجح، ان انا ازاي يحصل ان انا اديك منتج وتديني في المقابل مبلغ او قيمه القيمه الماليه لهذا المنتج. طيب فهنا هنتكلم على عمليه التبادل. قال لك عمليه التبادل معناها ايه؟ ليها معنى طبعا. قال لك عباره عن الحصول على الشيء اللي بيحتاجه الانسان من شخص اخر، من شخص اخر هو البياع او رجل المبيعات، خلاص، من خلال التواصل معاه بحريه، ما بقاش فيها ضغط عليك انك تشتري، ها، ومن غير ما يكون في عندك اجبار عن طريق عرض شيء في مقابل ايه؟ في مقابله اللي هو ان انت النواحي الماليه او الايه ثمن السلعه. طب هنا لو جينا اتكلمنا على الاطراف والقوى المؤثره في عمليه التبادل قبل ما نتكلم على الجزئيه دي، يعني لو حبينا نتكلم على عمليه التبادل ببساطه هقول لك ان عمليه التبادل دي بتتم ما بين طرفين، خلاص، اللي هو المشتري والبائع. تاني حاجه يكون في كوميونيكيشن، يعني وسيله اتصال. تالت حاجه يكون في حريه في الايه في القبول او الرفض، ان انا ارفض السلعه او اشتريها. رابع حاجه لازم يكون في عندي قيم بيتم تبادلها، يعني في منافع للاثنين، خلاص. ده دي شروط معينه لعمليه التبادل يمكن مش مذكوره عندك، بس انا حبيت ان انا اقولها لك تبقى انت فاهم ايه عمليه التبادل بتتكون من ايه. طب في عندي كمان اطراف، لو حبينا نتكلم عن الاطراف الخاصه بعمليه التبادل او بتاثر في عمليه التبادل، هنلاقي ان في عندي اكتر من حاجه. اول حاجه ادي المستهلك بتاعي اقصى اليمين، ثم الموردين اقصى الشمال، ما بينهم بقى ميال. اول حاجه السوق، المستهلك الاخير هو المستهلك الاخير، في علاقه بينه وبين الشركه اللي انا ايه بتاعتي اللي انا بسوقها. ثم الشركه بتاعتي دي ليها علاقه كمان مع الموردين اللي بيوردوا لها الماده الخام او بيوردوا لها الايه المنتجات اللي الماده الخام اللي بيقوموا بيها او بيحاولوا من خلالها ان هم يصنعوا او ايه او يغلفوا المنتجات اللي هم بايه بينتجوها، خلاص. طب ده كده بقى عندي المستهلكين، وادي عندي الشركه المسوقه، وادي الموردين، وفي عندي الموردين كمان بيتعاملوا مش بس مع الشركه بتاعتي، كمان بيتعاملوا مع المنافسين غيري. يعني لو شركه مثلا انا شركه جهينه، في شركات تانية مزارع دينا مثلا دانون، كل الايه كل الشركات الايه خاصه بالالبان، الموردين بيتعاملوا معاهم، بيوردوا لهم علب، بيوردوا لهم زجاجات بيحطوا فيها الايه الماده الخام بتاعتهم.
خلاص. المنافسين كمان، المنافس وانا كشركه جوهان على سبيل المثال بنتعامل مع وسطاء اللي هم تجار الجمله وتجار التجزئه، اللي هم بيتعاملوا بشكل مباشر مع مين؟ مع سوق المستهلك الاخير. بعد كده ايه؟ ادي الاطراف والقوى المؤثره في عمليه التبادل. طيب هنا قال لك ان انا عشان اقدر احقق تبادل بجد وبشكل يعني كفء، لازم ان انا اؤدي مجموعه من الوظائف. الوظائف دي اللي هي عباره عن ايه؟ الفور بيز، عشان انا اقدر ان انا اسعر المنتج بشكل جيد واوصله للمستهلك في اماكن اللي بيتواجد فيها، وان انا اطور المنتج كما ينبغي زي ما المستهلك عايز، يبقى لازم استخدم حاجه اسمها الفور بيز. الفور بيز اللي هي المنتج والسعر والايه والتوزيع والترويج. وقال لك ان من الاخر خالص اقدر ان انا من خلال كل العرض اللي فات ده اقدر ان انا اقول التسويق ببساطه له تعريف خاص بيه اللي هو عباره عن ايه؟ كافه الجهود. ده من وجهه نظر الباحثه دكتوره اهاله، قالت ان هي كافه الجهود التي يبذلها المسوق، كل الجهود اللي يبذلها المسوق، بحيث ان هو الجهود دي او الانشطه دي اللي هي الفور بيز او 6 بيز او 7 بيز حسب ما بيتم تداولها في الكتب وبيتم تداولها في كتير جدا من الباحثين، لانها مختلفه الحقيقه. 4 بيز 4 سيز يعني مختلفه. فما علينا، الجهود اللي بيبذلها المسوقين او اللي هم الماركتيرز دي المفروض انها تفوق المنتجات والجهود اللي بيقوم بيها الايه المنافسين. خلاص كان قال لك حتى تفوق قيمه المنتجات واشباع لحاجات العملاء عما يقدمه المنافسين. وطبعا بترجم هذه الجهود في صوره معاملات مربحه لكافه اطراف نظام التسويق والمجتمع بصوره مستدامه. يبقى انا في جهود انا بعملها كشركه، وفي نفس الوقت المنافسين بيقوموا بايه؟ بجهود اخرى. المفروض ان الجهود بتاعتي انا كشركه جوهينا على سبيل المثال تفوق الجهود اللي بتقوم بيها الشركات الاخرى المنافسه، وفي نفس الوقت بحيث ان انا احقق معاملات مربحه. طب انا ممكن اعمل جهود اكبر من الشركات المنافسه بس ما تحققليش ارباح بالنسبه للشركه بتاعتي، لا لازم تكون في صوره معاملات مربحه لكافه الاطراف النظام التسويقي، وفي نفس الوقت تكون ايه كمان بصوره تحقق كمان بصوره مستدامه للايه للمجتمع وللايه ككل يعني. طيب هنيجي نتكلم دلوقتي على ان انا دخلنا في تطور فلسفه الفكر التسويق، ان انا في عندي نوع او في عندي مرحلتين، في فلسفات قديمه وفي فلسفات ايه حديثه. واللي بيفرق ما بين الاثنين ان الفلسفات القديمه اللي هي قبل ظهور المفهوم الحديث للتسويق، والفلسفات الحديثه اللي هي بعد ظهور الايه المفهوم الحديث للتسويق. طب تعالوا نشوف الفلسفات القديمه اللي هي تعتبر بالنسبه لنا مفهوم التوجيه بالانتاج، او بنقول عليه مفهوم التوجه بالانتاج، مفهوم التوجه بالمنتج، مفهوم التوجه بالبيع. ببساطه شديده جدا مطلوب من حضرتك انك تبقى انت عارف الايه الشكل ده، ممكن تسال فيها اقول لك نقطه البدايه بالنسبه لمفهوم التوجه بالانتاج ايه؟ هي المصنع. يبقى انا مفهوم التوجه بالانتاج ببساطه هقوله لك ببساطه شديده جدا هو عباره عن ايه؟ ان انا اهتمامي كله بالمصنع، وان انا بطور المنتج من خلالي انا كاداره، مش دعوه باحتياجات العملاء خالص، مش دعوه باي حاجه غير ان انا هدفي الاساسي ان انا استغل الموارد والامكانيات بتاعتي بحيث ان انا اقلل من تكلفه الايه او سعر المنتج في النهايه، ان انا استغل كل الموارد بتاعتي والامكانيات بحيث ان انا اقلل ايه؟ اقلل سعر المنتج في النهايه. وده طبعا ليه؟ عشان انا عايز اوفر المنتج للمستهلك باي طريقه. وده طبعا الحقبه دي الخاصه بالسبعينات او اللي هي بنسميها من نهايه القرن 19 وحتى اوائل القرن العشرين، بنقول طبعا نقطه البدايه بتاعتي بتبقى المصنع، ان انا بركز على كم الانتاج، ما ماليش دعوه بالجوده خالص، الوسيله بتاعتي هي ان انا ارفع كفاءه الانتاج وان انا اخفض التكاليف. والغايه بتاعتي هو ان انا اربح، الهدف الاساسي ان انا اربح. يعني بنلاقي مثلا الناس بتعمل شاي وتحط فيه انشاره، ما مش مهم الجوده، المهم ان هو ايه يربح، وعارف الناس كلها تستهلك الشاي لان ما فيش قدامه غيره. لكن عشان كده بقول الكلام ده كان في فتره معينه، وبعد كده ما بقاش مش المفروض يكون موجود لان في منافسه، المنافسه هتمنع دلوقتي الشركات انها تغش الايه المستهلكين. النقطه الثانيه يبقى انت عليك انك تعرف ايه كل جزئيه من الجزئيات دي. النقطه الثانيه مفهوم التوجه بالانتاج، ده التوجه بالانتاج ده اول مرحله. المرحله الثانيه اللي هو مفهوم التوجه بالمنتج، اللي هو عباره عن ايه؟ لا انا بدات اركز بالايه، لقيت المستهلك لا عايز جوده، بقى بدات اركز بالايه بالمنتج كمان، هركز على قصدي نقطه البدايه بتاعتي هو المنتج، ان انا اطوره واخلي الجوده بتاعته عاليه، مش اي كلام. ده انا هعمل الشاي بقى مش هيبقى بالنشاره، ده انا هعمل شاي بانواع مختلفه بالخوخ وبكذا وبكذا، يبقى انا هعمل ايه انواع كثيره، يبقى هنا المواصفات في عندي الجوده كمان، تحسين مستوى الجوده. المنتج نفسه الغايه بتاعتي هنا ان هو بيقول لك ان المنتج نفسه
الجيد بيبيع ايه؟ نفسه. يبقى هنا المنتج الجيد، الجيد بيبيع نفسه، مش محتاج ان انا اعمل له لا دعايه. يبقى هنا في المرحله بتاعت مفهوم التوجه بالمنتج مش محتاجه دعايه ولا اعلان ولا اي حاجه خاصه، على اساس ان المنتج الجيد بيبيع نفسه في السوق. طبعا ده كان مفهوم خاطئ. ظهر بعد كده المفهوم الجديد اللي هو مفهوم التوجه بالبيع، وده بيركز اكتر على الايه؟ على البيع. ازاي اعمل ايه؟ بيع. وازاي ان انا اركز إيه؟ اهتم بالترويج اكتر من ايه؟ من اي وقت مضى. والتركيز هنا بيكون على ان المنتجات تكون متوفره، بس هبقى الوسيله اللي هستخدم بيها اللي هو ايه؟ البيع والترويج. لان ممكن يكون المنتج عندي جيد لكن انا ما سمعتش عنه حاجه كمستهلك، فبالتالي انا ايه؟ محتاج ان انا اركز على ايه؟ على علامات الترويج، ان انا ابلغ المستهلك ان هذه المنتجات دي موجوده في ايه؟ في السوق. كمان الغايه اللي هي اللي بركز عليها، اللي هي او الغايه يعني ايه الغايه اللي بتخليني اتبع هذا النوع من المفاهيم او الفلسفات، اللي هو ان انا الربح من خلال ايه؟ من خلال حجم المبيعات. تمام، ادي كده المفهوم ايه؟ القديم او المفاهيم القديمه او الفلسفات القديمه الخاصه بيه قبل ظهور مفهوم الحديث للتسويق. المفهوم الحديث للتسويق اللي هو ببساطه شديده جدا بيعتبر اكتر المراحل الخاصه بتطور الفكر التسويقي طبعا قبولا، بالرغم ان هي مش اخرها زي ما مكتوب تحت خالص، ان هو لا يمثل اخر هذه المرحله. المراحل في مراحل تانية بعد مفهوم الحديث للتسويق، ولكن بنقول عليه ان هو يعني نقطه انطلاق. ليه؟ لان هو ركز على كذا حاجه. اول حاجه العميل هو نقطه البدايه طبعا، اشوف العميل محتاج ايه. تاني حاجه لازم وظائف المشروع تكون متكامله، سواء في الانتاج، تسويق، تمويل وخلافه. كمان تكون عناصر مزيج التسويق نفسها متكامله، يبقى احنا مسكنا الوظائف نفسها الخاصه بالمشروع حصل ما بينهم تكامل، وكمان التسويق نفسه في حد ذاته له فروع او له وظائف بيقوم بيها، سعر وترويج وتوزيع وتطوير المنتج، ده لازم يكون في نوع من ايه؟ يكون برضو ايضا في تكامل. واخر حاجه ان انا يكون الهدف بتاع الربح ما يكونش في الاجل الطويل، لان الاجل الاسفه ما يكونش في الاجل القصير، لان الاجل القصير معناه الهيت اند ران، لا ده المفروض ان يكون عندي في الاجل الطويل. يعني لو عميل انبسط مني وانبسط من المنتجات بتاعتي هيرجع لي تاني وهيبدا يشتري ايه؟ مني مره واثنين وثلاثه. فده بسميه تحقيق الربح في الاجل الطويل وليس في الاجل القصير. ده المفهوم الحديث للتسويق. طب بعد كده في عندي فلسفات ظهرت بقى بعد مفهوم الحديث للتسويق، في عندي مجموعه من الفلسفات اللي ظهرت ايه؟ بعد المفهوم الحديث للتسويق. من ضمن هذه الفلسفات واحد نقطة البداية بتاعتي هي السوق. طبعا غصب عني بتكلم بشكل سريع لان انا مطالبة ان انا اديك الفصل بشكل كامل وهو الفصل تقيل، فعشان كده بحاول ما فيش عندي امكانية ان انا اقف. انا بعتذر لك اذا كنت انا بتكلم بسرعة بس عشان اقدر اغطي لك النقاط كلها اللي موجودة في الفصل. فهنا نقطة البداية هي السوق طبعا. بالنسبة للمفهوم التسويقي يبقى انا في عندي المفهوم التسويقي، المفهوم الاجتماعي، التسويق بالعلاقات، التسويق الشامل، دي كلها هذه المفاهيم الحديثة الايه؟ للتسويق. اول حاجه المفهوم التسويق نقطه البدايه بتاعته هو السوق، يعني عايز اعرف احتياجات المستهلكين وهم بركز على احتياجاتهم. الوسيله اللي بستخدمها في كده حاجه اسمها التسويق المتكامل، يعني يكون في عندي تكامل ما بين الايه؟ عناصر المزيج التسويق كلها مع بعضيها. الغايه بتاعتي هي الربح من خلال رضا الايه؟ العملاء. طيب المفهوم الاجتماعي بقى، لا ده انا هدخل معايا الايه؟ المجتمع. عشان كده في عندي ثلاث اركان زي ما احنا شايفين كده بنسميها الاعتبارات الكامنه وراء فلسفات المفهوم الاجتماعي للتسويق. يعني في عندي الشركه عايزه ارباح، العملاء عايزين اشباع احتياجات، والمجتمع كمان عايز الرفاهيه. ممكن انا اشبع احتياجات المستهلكين بس تكون ضد المجتمع، يعني ممكن تكون مثلا قواعد او قيم او تقاليد معينه في الايه؟ في المجتمع. فدي بسميها لازم يكون راعي الجزء المجتمعي ده. فدي بسميها بالنسبه للمفهوم الاجتماعي انا بحتاج بركز على الحاجات ورغبات المجتمع، بيبقى من خلال التركيز على المنفعه الكليه للمجتمع. بستخدم دمج الانشطه برضو زي التسعير والترويج والتوزيع وهكذا، وده الغايه بتاعتي بتكون من خلال اشباع حاجات الايه؟ السوق المستهدف. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمفهوم الاجتماعي. التسويق بالعلاقات قال لك لا بقى، ده احنا محتاجين كمان يكون في علاقات مش بس مع العملاء، ده احنا عايزين يكون في علاقات مع جميع الستيك هولدرز او جميع المتعاملين مع المنظمه، سواء كانوا منافسين، سواء كانوا اونرز او ملاك، او سواء كانوا موردين. لازم يكون في علاقات، اوسع العلاقات بتاعتي. عشان كده بقول لك احتياجات ورغبات وتوقعات الشركه، دي نقطه البدايه بتاعتي. ثم بناء علاقه قويه طويله الاجل ها مع جميع العملاء، انا بعتبرهم عملاء. ثم الوسائل بتاعتي اداره العلاقات مع العملاء. واخر حاجه الغايه اللي هي الاحتفاظ بالعميل وتحقيق ايه؟ رضاه ثم ولاءه. طب التسويق الشامل بقى، لو جينا اتكلمنا عن التسويق الشامل هقول ان في عندي كذا نقطه. نقطه البدايه منظور واسع ومتكامل، برضه نفس الكلام. كلمه التسويق الشامل اللي احنا هناخده بعد كده اللي هو ده شكل التسويق الشامل، هيبقى في عندي اكتر من ايه؟ من مكون. بس خلينا دلوقتي نتكلم عليه. ان التسويق الشامل منظور من حيث منظور واسع ومتكامل، ان انا بخلق صوره ذهنيه للعلامه التجاريه، ان انا بركز على
العلامه التجاريه اكتر، ثم بعمل ايه الوسيله بتاعتي هي التكامل الايه الاعمال، يكون في عندي تكامل الاعمال. الغايه بتاعتي ان انا من خلال عائد المنظمه والمجتمع ككل، يعني انا العائد مش ليا انا بس كمنظمه، لا ده كمان معايا الايه المجتمع ككل. تمام. المدخل التسويق الخاص بالمدخل التسويق الشامل ده، في عندي ببص هنا من خلال التسويق الشامل انا ببص لوحده الاعمال على انها وحده ايه كامله، ودي بتعتمد على ان انا في عندي زي ان انا اوجه الشركه او الشركه نفسها بوجهها نحو التسويق وبيع الايه المنتجات، وبعتمد على ان انا اطور وبصمم وبنفذ برامج التسويق والعمليات والانشطه اللي بتتصل بالاتساع والترابط معي. يعني عندي مجموعه من الانشطه مترابطه مع بعضها، ازاي ان انا بستخدم لها اسلوب التسويق الشامل اللي هو بيتكون من كذا حاجه، اللي هو التسويق المتكامل، التسويق الداخلي. طبعا التسويق الداخلي ان انا بتعامل مع العاملين في الشركه على ان هم عباره عن عملاء داخليين، يعني في الاول والاخر، لان كان العميل الداخلي اللي هو العاملين راضيين اكيد العميل هيتعاملوا مع العملاء بشكل ايه مرضي، وبالتالي في الاول والاخر انا لما ابسط العميل العامل بتاعي اكيد هيبسط الايه العملاء الخارجيين. طيب يبقى انا عندي التسويق المتكامل، التسويق الداخلي، التسويق المسؤول الاجتماعي هو اللي بنسميه التسويق الاجتماعي، ثم التسويق اللي بالعلاقات ان انا اعمل علاقات مع الايه مع الاطراف المختلفه اللي بتتعامل مع المنظمات. يمكن مش هنتوغل في كل جزء من المداخل دي او من المفاهيم دي، ولكن احنا بنقول ان ده معنى كلمه التسويق الايه الشامل اللي هو بيشمل جميع الايه الانواع السابقه اللي انا اتكلمت عليها. في مجموعه من الملاحظات قال لك ان المفاهيم دي بتطبق، يعني في ناس كتير بتعتقد ان المفاهيم دي بتطبق فقط على المشروعات الكبيره، وده خطا، اعتقاد خاطئ، لان المشروعات الصغيره بتتمتع كمان برضو بخصائص بتمكنها انها تكون في علاقات اكتر وفريده، سواء كان مع العاملين او مع العملاء. يعني تخيل انا مثلا عندي شركه مساهمه، خلاص العاملين بتوعها كتير جدا، ممكن يكونوا بالايه بالالاف او مئات الالاف، لكن بالنسبه للشركات صغيره الحجم الصغيره بيكون العاملين بتوعها ممكن زي ما احنا خدنا كده قلنا في حجم معين للعاملين، خلاص، او بالنسبه للمشروعات اللي هي ممكن الصغيره ممكن يكون 10. يبقى في هذه الحاله احنا بنقول ايه، يبقى بالتالي اسره بقى، هيبقى التعامل معاهم كاسره وعلاقات يبقى وطيده. فهنا عايز اقول لك بالعكس، ان احنا في حاله المشروعات الصغيره بتمكنها من الاعداد الموجوده اللي هي الصغيره سواء كان عاملين او عملاء اللي بتخدمهم، بتوفر لها ميزه حلوه قوي ان هي بتقدر تعمل علاقات بشكل جيد مع عملائها ومع ايه مع العاملين بها. طيب لان طبعا في سيطره، في امكانيه، في كنترول اكتر من الايه من الشركات كبيره الحجم. انت زي فودافون كده هتخدم مين ولا مين، يعني ملايين ملايين من الايه من العملاء، وكذلك برضو العاملين فيها كتير. فانا قال لك ان المعضله او المشكله الاساسيه ان انا اطبق المفاهيم دي، يعني مدى ادراك المشروعات الصغيره ان التوجهات دي مهمه في تسويق الايه في تسويق المشروع وتحقيق ارباح له بشكل كبير. طب دور التسويق بقى في المشروعات الصغيره والمتوسطه دوره ايه؟ قال لك خلي بالك ان احنا ما نقدرش نقول ان تسويق العلامات التجاريه والمنتجات والخدمات يقتصر فقط على المشروعات الصغيره على المشروعات الكبيره، لا، بنلاقي ان المشروعات الصغيره كمان بيتم ترويجها وبيتم ايه وبيتم، وده كتير قوي بيحصل طبعا على السوشيال ميديا، بنشوف المشروعات الصغيره اصحاب اللي هم بنسميه بلوجرز او فود بلوجرز اللي هم بيعملوا اطعمه وبيعملوا اغذيه جاهزه، او مثلا بيعملوا مشروعات صغيره في السوشيال ميديا حاجات كتيره سواء كان اكسسوارز او هكذا، وبتبقى مشهوره، يعني بيعملوا لها براند. فقال لك ان في عديد من الادوات والانظمه والاماكن المتاحه لترويج منتجات المشروعات الصغيره، بنلاقي ان في بعض المعارض بيجي يقول لك مثلا معارض للمشروعات الصغيره الخاصه مثلا باسوان او بالاقصر، او يعني بيجيبوا مجموعه من الايه من الحرفيين اللي هم بيمتهنوا المشروعات الصغيره والمتوسطه وبالتالي بيعملوهم معارض. قال لك ان كمان بيكون الانشطه دي بيبقى فيها مجموعه من يعني في عروض طبعا للمشروعات دي او المعارض دي، سواء كان من حيث الترويج، من حيث الاعلانات، ها، والعلاقات العامه. الاداء التسويقي طبعا للفرص للمشروعات الصغيره بينافس الايه المشروعات الكبيره. ليه؟ لانها بتكون مميزه، انها بتقدم خدمات مرتبطه بالعملاء وباحتياجاتهم، وبتديهم احساس فعلا بالقيمه المقدمه اليهم مقارنه طبعا بالمشروعات الكبيره. ممكن تكون المشروعات الكبيره يعني ما بتديش الاهتمام ده بالنسبه لايه؟ خلاص هي رسخت ايمج معين لدى العملاء وبالتالي مش بتهتم بالعملاء ايه بعد كده. لكن المشروعات الصغيره لا، تبقى خايفه ان العملاء يعني ينتقلوا الى مشروعات اخرى، او ينتقلوا الى لان هي طبعا اعتمادها الكبير على ايه على عدد معين من العملاء، لو هم ما انبسطوش او ما كانوش راضيين عن العمل
او المنتجات بتاعتها هيضطر ان هم يروحوا لمشروعات ايه تانية. هنا بيقول نجاح الاعمال الصغيره بيعتمد على قدره صاحب العمل طبعا ان هو يسوق، ازاي يسوق المنتجات بتاعته. في ناس يعني بنسميهم رواد الاعمال ممتازين في تسويق الاعمال بتاعتهم بشكل جيد جدا. طبعا هم بيتواصلوا مع الايه العملاء بشكل مستمر، وبيتاكدوا ان العملاء راضيين ولا لا، وده طبعا بيضمن الايه نجاح الجهود بتاعت الايه رواد الاعمال في المشروعات الصغيره والمتوسطه. طب تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين التسويق في المشروعات الصغيره والكبيره، ايه الفرق؟ قال لك هنا طبعا في اعتقاد خاطئ ان الامكانيات المحدوده للمشروعات الصغيره ممكن تؤدي الى ان انا ما اهتمش بنوع معين من الانشطه الخاصه بالتسويق، يعني ما اهتمش بالتسعير، ما اهتمش بالترويج. طبعا ده خطأ. المفروض قال لك ان انا ما اقدرش استغني عن اي نشاط من الانشطه الخاصه بالتسويق، ها زيها زي المشروعات الكبيره. الفرق بس هو وظيفه التسويق اوظفها ازاي، يعني ايه عباره عن تتوظف ازاي. يعني هناخد مثال على كده، لو جينا اتكلمنا على حجم اداء النشاط التسويق، قال لك خلي بالك ان بالنسبه للمشروعات الكبيره يعني بتبقى مثلا سواء قطاع او اداره او عده ادارات او اقسام التسويق، ده بالنسبه للنشاط التسويقي. يعني هقول مثلا لو انا حبيت اقول الهيكل التنظيمي لشركه فودافون هلاقي فيها اداره خاصه باداره التسويق. لكن لو جينا اتكلمنا على المشروعات الصغيره مش شرط يكون فيها اداره منفصله او مستقله، لا بيكون المالك هو نفسه المدير، يعني ما فيش فصل ما بين الملكيه والايه والاداره، عشان كده ما بيبقاش ليها اداره مستقله. كمان النقطه الثانيه، ده الفرق ما بين الايه المشروعات الكبيره والمتوسطه والصغيره. النقطه الثانيه ان في اختلاف لطبيعه الاساليب والاستراتيجيات المستخدمه، خلاص بحيث انها بتناسب الامكانيات الايه المتاحه لكل منها. نقدر نقول ان من الاخر كده ان اهميه تسويق المشروعات الايه الصغيره ما بتقلش ابدا عن تسويق الايه المشروعات كبيره الحجم. في عندي ظهر نوع كمان جديد من يعني عشان انا اقدر اقول احنا زي ما احنا قلنا كده، ده الكلام ده كله كان بنتكلم على الفرق ما بين التسويق في المشروعات الصغيره والايه والكبيره، سواء كان زي ما احنا قلنا كده الامكانيات، ما دام الشركات اللي هي او المشروعات الصغيره دي امكانياتها محدوده يبقى بالتالي مش هن يعني ايه ممكن نستغنى عن مجموعه من الايه من الانشطه التسويقيه. الكلام ده طبعا ايه خطأ، لكن الحقيقه المفروض ان انا ايه ان انا اهتم بكل الانشطه التسويقيه، ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده بنسب معينه. طيب هنا بيقول ان في عندي حصل ان ظهر نوع معين من التسويق في الخاص بالمشروعات الصغيره اطلق عليه ايه غوريلا ماركتنج، تسمى كده تسمى غوريلا ماركتنج. الكلام ده كان ايه 1984. المؤلف نفسه استعار كلمه الغوريلا ماركتنج من ايه، قال لك ان في كان حرب عصابات دي كانت بتستخدم استراتيجيات قتال غير تقليديه، خلاص دي بتعتمد على عنصر المفاجاه الهجوم بخطط غير مالوفه، ها فبتحدث دوي. يعني ايه بتحدث؟ يعني فرقعه يعني. فهو هنا خد المصطلح ده الخاص بالغوريلا ماركتنج على اساس ان في عندي مجموعه من العصابات اللي كانوا بيستخدموا استراتيجيات معينه في القتال ما كانتش تقليديه، وكانت في نفس الوقت بتعتمد على عنصر ان في مفاجاه، ان في يعني الخطط بتاعتي ما هياش مالوفه، فبتحدث نوع من الايه من ال يعني زي ما بنقول فرقعه يعني. طب ايه بقى المبادئ الخاصه بالتسويق الابداعي او اللي بنسميه الغوريلا؟ احنا ممكن نطلق عليه تسويق ابداعي وممكن نطلق عليه التسويق الايه اللي بنسميه الغوريلا. يعني هنا بنقول ان بيخدم هذا التسويق الابداعي الشركات الصغيره، يعني بيخدم لي الشركات الصغيره وبيستهدف الافراد. كمان التسويق بيعتمد على علم النفس اكتر من اعتماده على الخبره والراي، يبقى اول حاجه التسويق الابداعي ده بيستهدف الشركات الصغيره وبيستخدم الافراد، اذا هم يكونوا مبتكرين ومبدعين دايما يقدموا كل جديد. النقطه الثانيه كمان التسويق ده بيعتمد على علم النفس اكتر من اعتماده على الخبره والايه والراي. طيب يعني ايه؟ يعني ازاي ان انا اتعامل مع المستهلكين بطريقه ايه اجذبهم وان هم يشتروا مني بطريقه ايه بطريقه فعاله حتى لو ما عنديش خبره بالتدريب وبالدراسه. كمان ان انا انتبه الى العلاقات الجديده اللي بكتسبها دائما، يعني ازاي ان انا اعمل علاقات جديده مع العملاء، ازاي ان انا دايما اكسب العملاء واكسب رضاهم، وخلي لما يكون في عندي عميل متوتر او متضايق او زعلان ازاي ان انا ابسطه. الاهتمام بالعملاء الحاليين وبناء علاقه معهم لكسب عملاء جدد. انا خلي طبعا انا ليه بهتم كان الفكر الاول ان انا بهتم بالعملاء الجدد فقط،
وانس ان انا استخدمت او ان انا اتعاملت مع العميل الجديد، خلاص العميل الحالي ده ملوش لازمه. الكلام ده خطا تماما، لان قال لك ان العميل الحالي ممكن هو يديني او يرشح لي من واحد لثمانيه ايه من العملاء الجدد، بيعمل لي حاجه اسمها ترويج مجاني. خلاص يبقى انا، وقال لك كمان وجدوا ان العملاء الحاليين تكلفتهم اقل بكتير، ان انا ارى يعني انا اهتم بالعملاء الحاليين تكلفتهم اقل بكتير من اهتمام بالعملاء الجدد. انا ممكن اقعد 10 ساعات مع عميل جديد وفي الاخر ما يشتريش، لكن العميل الحالي نفسه لو انا رضيته وبسطته هو ممكن يجيب لي بنفسه عملاء ايه من غير ما اتعب في الترويج ومن غير ما اتعب في ايه في الاقناع. كسب ثقة العميل واستمرار العلاقة معه، وان انا اكسب ثقة العميل وان انا استمر في العلاقة معاه، وده مش مجرد اهتمام بحثه على الشراء فقط، لا مش هخليه ان هو اخليه يشتري فقط، ولكن انا كمان ان انا ازاي اخلي العميل يعني يكون اكسب الثقة بتاعته، بحيث ان هو مش مجرد ان انا زي ما قلت لك قبل كده هيت اند ران، يعني اديله المنتج واخليه يشتري المنتج وفي الاخر هلاقيه هو مش مبسوط منه لان انا هدف البيع والربح القصير الاجل. لا، المفروض ان انا اكسب ثقه العميل، والمنتج ده بتاعي لو حصلت مشكله ترجعه لي، يبقى انا مش بس ان انا بحسه على الشراء فقط، لا ده انا كمان ايه اكسب ثقته. الالتزام بالحمله دائما وابتكار اساليب اخرى للتسويق. يعني ايه الالتزام بالحمله؟ يعني ان انا يكون في عندي نوع من الحملات الترويجيه، زي ما بنشوف مثلا في حملات معينه للاعلانات، وان انا ابتكر اساليب اخرى لايه للترويج للمنظم للمنتج بتاعي. كمان انا بركز على المنتج واحد او خدمه واحده لضمان جودته وعدم التشتيت. يعني انا هركز على منتج واحد او خدمه معينه بحيث ان انا اضمن جوده المنتج ده، وان انا ما يبقاش في عندي نوع من التشتيت في الايه في بالنسبه للمنتج. يعني خلاص، يعني ممكن ايه في بعض الشركات تنتج 20 منتج بس هيبقى في نوع من التشتيت، ما تبقاش عارفه يبقى في تخصص، ما تبقاش كل ما كانت متشتته او فيها منتجات متباينه هتلاقيها مش بتدي كل منتج ايه حقه، غير لما تكون هي متخصصه في انتاج منتجات معينه. خلاص وبالتالي هيبقى الايه هيبقى التركيز اكتر والجوده افضل. حجم الارباح وليس المبيعات هو الذي يحدد مقياس النجاح. كمان الارباح مش المبيعات. ممكن تقول المبيعات هتؤدي الى ارباح، تمام، ولكن بنقول ان انا عندي الارباح ايه الارباح ممكن يكون الارباح قلنا على المدى الطويل وليس على المدى القصير. يعني ايه؟ زي ما قلت لك كده، لما تهتم بالعميل في الوقت الحالي هيؤدي الى ان يجيب لي عملاء اخرين، ومن العملاء الاخرين هيساعدوني ان انا احقق ارباح ايه على المدى الطويل. الفصل كده الاولاني خلص، وممكن ندخل ندي نبذة بسيطة على الفصل الثاني، ناخد بس جزء منه لان هو هيبقى كتير. فممكن ان احنا ممكن ناخد منه نبذة بس بسيطة وبعد كده نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. طيب لو حبينا نتكلم على الفصل الثاني اللي هو دور التسويق خلال مراحل دورة الايه دورة حياة المنتج، او خلصنا كده هنا. هو في لسه بقيت الايه بقيت الجزء واحدة عشان نبقى عارفين بس الفصل اسمه ايه بالظبط. الفصل الثاني اهو. يبقى هنا بنقول ان لو حبينا نتكلم على الفصل الثاني هنتكلم عن العناصر، وجزء منه مش كتير قوي بس ايه نحاول نبدأ فيه، لان انا عندي 4 فصول فالموضوع ممكن يكون صعب شوية في ان انا احطهم في 3 محاضرات. الفصل الثاني هو دور التسويق خلال مراحل حياة او دورة حياة المشروع الصغير. في عندي هنتكلم على كذا حاجة. اول حاجة من حيث عناصر الفصل هنتكلم على مراحل دورة حياة المشروع الصغير، هو بيتكون من ايه. النقطة الثانية نتكلم على دور وظيفة التسويق في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. التسويق ايه الوظيفة بتاعته وايه ال دي ايه الوظيفة بتاعته. مراحل دورة حياة المشروع الصغير قال لك تاني حاجة دور وظيفة التسويق في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع الصغير. طب احنا عارفين دورة حياة المشروع عموما اللي هي في دورات حياة كتير، زي ما احنا قلنا ان الكل
كائن حي بيكون له دورة حياة، سواء كانت مرحلة التقديم، النمو. نفس الكلام برضه، زي ما في دورة حياة للمنتجات للبشر، في دورة حياة للمنتجات، وفي دورة حياة للمشاريع، دورة حياة للمشاريع سواء كان الصغير أو المتوسط أو الكبير. فأنا بقول مراحل دورة حياة المشروع هنتكلم عنها ونفهمها، ثم نتكلم على دور وظيفة التسويق في كل مرحلة. وظيفة التسويق في كل مرحلة من هذه المراحل إيه دوره؟ كمان نتكلم على الأدوار بقى في المراحل الخاصة بدورة حياة المشروع الصغير، هي هم أربعة. مرحلة خمسة، لأن هنا أيوه لحظة واحدة نضبط بس كده. خمس مراحل اللي هي مرحلة التقييم، أسف، مرحلة التفكير في تأسيس مشروع صغير وتوليد فكرته، مرحلة دراسة جدوى فكرة المشروع، مرحلة وضع خطة خاصة بالأعمال يعني المشروع، مرحلة تأسيس المشروع وافتتاحه وإدارته، ثم مرحلة تقييم المشروع وتطويره. يبقى هما في خمس إيه، خمس مراحل أساسية. إيه، هناخدها بشكل مبسط كده، وبعد كده نتكلم عنها وإزاي التسويق ده في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. بس هناخد المرحلة مرحلة بشكل إيه مبسط. يبقى أنا في عندي خمس مراحل من مراحل دورة حياة المشروع الصغير، هي بنسميها مرحلة التفكير في تأسيس مشروع صغير وتوليد فكرته، ازاي ان انا الاول بفكر في المشروع ده، وازاي ان انا فاكرين تطوير المنتجات الجديدة هي بالظبط زيها. خلاص، ان انا في عندي مرحلة ان انا افكر في مشروع جديد، في فكرة جديدة للمشروع، في عندي كتير جدا من الافكار، وهفلتر هذه الافكار واختار ايه، واختار فكرة واحدة صالحة للتطبيق. يبقى مرحلة التفكير في ان انا اسس مشروع صغير، وان انا والد الفكره ايه؟ الفكره بتاعته. المرحله الثانيه مرحله دراسه جدوى فكره المشروع، اشوف المشروع ده فعلا صالح للتطبيق ولا لا، من حيث بقى من حيث الناحيه الاقتصاديه، الماليه، التسويقيه. دي ده مرحله دراسه جدوى فكره الايه؟ المشروع. المرحله الثالثه مرحله وضع خطه الاعمال، اللي هي بنسميها التخطيط الاستراتيجي للمشروع، ازاي ان انا اقوم بالتخطيط الاستراتيجي للمشروع. المرحله الرابعه اللي هي مرحله تاسيس المشروع الصغير وافتتاحه وادارته، ازاي ان انا ايه اسسه، وازاي ان انا افتتحه، وازاي ان انا ايه اقوم بادارته. المرحله الخامسه اللي هي مرحله تقييم المشروع الصغير وايه وتطويره. يبقى في عندي خمس مراحل، بتبدا الاول بمرحله التفكير، ان انا افكر في المشروع الصغير من حيث الفكره بتاعته، بعد كده بدرسه الفكره دي قابله للتطبيق ولا لا، وبالتالي بعمل دراسه جدوى لفكره المشروع تنفع ولا لا. خلي بالك ان كل هذه المراحل مترتبه على بعضها البعض، يعني لو جيت في مرحله لقيت مثلا المرحله الثالثه جيت احط خط اعمال لقيت انها مش نافعه معايا، مش هقدر اكمل، خلاص هرجع تاني ابدا من الاول وافكر في الافكار المختلفه للمشروع الصغير. يبقى خلي بالك ان هذه المراحل مترتبه على بعض، لو في مرحله منهم حصل فيها مشكله مش هقدر اكمل، خلاص هرجع تاني من الاول وافكر في فكره جديده، وابدا اشوف دراسه الجدوى بتاعتها من حيث التسويقيه والماليه والفنية وكل حاجة والاقتصادية، ثم أبدأ أو أشوف بقى أحط خطة لإيه، لهذه المشروع ده هنفذه إزاي، وأبدأ أعمل عملية تأسيس للمشروع، وأبدأ أعمله افتتاح، ثم بعد ما أعمل ده كله على أرض الواقع أبدأ أعمله تقييم بقى، هل فعلا الهدف من المشروع تم؟ هل حققت الأهداف بتاعتي اللي أنا كنت عايزها؟ هل ببدأ أدي لنفسي مجموعة من الأسئلة واقيم الايه المشروع الصغير، بحيث ان انا اتاكد ان فعلا حققت الاهداف بتاعتي او حققت الايه المطلوب من المشروع. ان شاء الله باذن الله المره الجايه او المحاضره القادمه هنبدا نتكلم على دور وظيفه التسويق في كل مرحله من مراحل دوره حياه المشروع الصغير. يعني المرحله الاولانيه التسويق هيعمل ايه، يعني دوره ايه بقى في كل مرحله من هذه الايه من هذه المراحل. بس خلي بالك هو هنا يمكن هتلاقي كلمه الفصل الثالث، الفصل الرابع، او فيه ثلاثه، فيه اربعه، فيه خمسه، وعايز اقول لك ان كل فصل من هذه الفصول احنا نتناولها بشكل ايه منفصل، يعني يعتبر من الاخر كده الفصل الثاني هو يعني اجمالا كده بيديك صوره اجماليه للي هيحصل بعد كده في بقيه الفصول الايه المتلاحقه. يمكن عشان كده مش هنقدر ندي الفصل الثاني نتوغل فيه قوي. ليه؟ لان احنا هنمسك كل جزء من هذه الأجزاء الخاصة بدور وظيفة التسويق في كل مرحلة من هذه المراحل الخاصة بالمشروع الصغير هنتكلم عنها في فصل لوحده. فبالتالي عشان كده احنا هنعملها بشكل صورة مملة، وبعد كده في كل فصل هنتكلم عنه بشكل تفصيلي. يبقى خلي بالك ده طبعا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التفكير
في تأسيس مشروع صغير وطويل فكرته دي هتكون في الفصل الثالث. في الفصل الرابع هتبقى مرحلة دراسة جدوى فكرة المشروع. الفصل الخامس مرحلة وضع خطة الأعمال للمشروع، زي أنا أعمل خطة أعمال. الفصل السادس هيبقى مرحلة تأسيس مشروع افتتاحه وإدارته. ثم الفصل الايه السابع مرحلة تقييم المشروع وايه وتطويره. يبقى ادي ايه الفصول، وكل فصل هن ايه هيبقى له ازاي ان انا اوظف التسويق لهذه المرحلة. ان شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنتكلم عن الشكل ده يعني بشكل مفصل، وندخل كمان في الفصل ايه الفصل الثالث بإذن الله. وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.